السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الرياضية نبدأها بأبرز العناوين. تحضيرا لاستحقاقه الآسيوي، الأولمبي يحدد أسبوعين لتجمع لاعبيه، والكادر الفني يضع برنامجه الخاص بالبطولة. وفي ممتاز الكرة، زاخو يحسم موقعة دربي الشمال لصالحه بفوزه على أربيل، والديوانية يفاجئ الجوية ويهزمه بثنائية. اتحاد الجودو يعلن مشاركة 8 منتخبات في بطولة بغداد السلام الدولية. أهلا بكم، نبدأ نشرتنا من أخبار منتخباتنا الوطنية، حيث عد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم تجمع المنتخب قبل أسبوعين من المشاركة في الاستحقاق الآسيوي المقبل ضروريا لخلق الانسجام المطلوب. وقال المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي عباس عبيد إن الجهاز الفني للمنتخب وضع برنامجه لإعداد اللاعبين ومنهم المحليين والمحترفين، لكن ما يعيق التجمع هو ارتباط اللاعبين بالدوريات مع أنديتهم. وشدد عبيد على ضرورة التجمع قبل أسبوعين من انطلاق البطولة وخوض مباريات ودية لخلق الانسجام ولتتوضح الفكرة للجهاز الفني قبل الشروع بالمنافسات الآسيوية المقبلة. هذا ويشارك منتخبنا الأولمبي في كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من حزيران المقبل. إلى أخبار دوري الكرة الممتاز، حيث قاد البرازيل برونو أوليفيرا فريقه زاخو لانتصار ثمين على مستضيفه أربيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري في ختام الجولة 29 من المسابقة. اقتنص فرانك سيدريك الهدف الأول لزاخو في الدقيقة 51، وأضاف برونو أوليفيرا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81، وقلص سفين منصور الفارق لأربيل عند الدقيقة 98، فيما ضاعف البديل فيكتور سيلفا النتيجة بإحرازه الهدف الثالث لزاخو في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز رفع فريق زاخو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، بينما ظل أربيل تاسعا برصيد 36 نقطة. في ملعب فرانسو حريري خلاص انتهت المباراة، انتهت المباراة. فيتور سيلفا البديل يسجل ثالث الأهداف لزاخو، لاحظ التمريرة خلاص فيتور يسجل ثالث. فاجأ فريق الديوانية ضيفه القوة الجوية بتغلبه عليه بهدفين لهدف واحد في المباراة التي استضاف ملعب الإدارة المحلية لحساب مباريات الأسبوع 29 من المسابقة. وسجل ثنائية الأحمر الديواني كل من سيف الدين ظاهر عند الدقيقة 44 ومحمد جمعة عند الدقيقة 70، فيما حمل هدف الصقور الوحيد توقيع اللاعب حمادي أحمد في الدقيقة 86 من علامة الجزاء. وبهذه الخسارة توقف رصيد الصقور عند النقطة 48 في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الديوانية 24 نقطة في المركز 18. احنا كنا في امس الحاجه لثلاث نقاط سواء الجويه او غير الجويه، احنا محتاجين ثلاث نقاط حتى نعزز موقفنا بالدوري، وتحققت ان شاء الله نوع جماهيرنا بتحقيق نتائج افضل ان شاء الله. وفريق الجويه اكيد هو تاثر بالبطوله اسيا والسفر اكيد تاثر على مستواهم، الحمد لله والشكر ان حققنا اللي احنا نريده. احنا بعد كل مباراه نطلع باداء لكن نتيجه مو بصالحنا، الحمد لله اليوم الله كرمنا بنتيجه واداء. هذا واختتمت يوم أمس منافسات الجولة 29 من الدور العراقي الممتاز، والتي شهدت نتائج مفاجئة وأخرى متوقعة، لتستمر المنافسة والإثارة بين الفرق. انتهت الجولة 29 بنتائج كانت منها متوقعة وأخرى مخالفة، هذا هو حال كرة القدم. أولى اللقاءات جرى بين المتصدر الشرطة وصاحب المركز 16 فريق القاسم الأخضر،
تشبث بمكانته بشكل أقوى بعد أن حقق 3 أهداف نظيفة على القاسم. وفي مواجهة أخرى جمعت الطلبة مع ضيفه نفط الوسط الأزرق، أراد معالجة تعثره السابق إلا أنه لم يتمكن من ذلك ليحقق عندليب الفرات فوزا مهما على منافسه 3 أهداف لهدفين. مباراة نوروز والكرخ حدثت فيها العديد من الجدالات بخصوص بعض الحالات التحكيمية، إلا أن أهل دار نوروز سجلوا 2 مقابل 1 للكرخ. وفي مواجهة أخرى التقى فيها النجف مع الصناعة، اللقاء خرج بتعادل سلبي. مسلسل هذه الجولة مستمر، الكهرباء ضيف النفط، الأخير استطاع من مسك الانتصار بخروجه 1 نظيف. أما لقاء نفط ميسان والميناء خرج بتعادل إيجابي 1 لكل منهما. مواجهة صاحب الأرض أمانة بغداد مع سامراء، الأسود نجحوا من تحقيق غايتهم بتسجيلهم 2 نظيفين. الزوراء ضيف نفط البصرة، النوارس كتبوا النجاح بورقة هذه المواجهة 2 لهدف، وحقق الديوانية مفاجأة كبيرة ومدوية بانتصاره على فريق القوة الجوية 2 لهدف، لينهي زاخو مباريات هذه الجولة بفوزه على أربيل 3 أهداف لهدف. زيد غالب، العراقية الرياضية. في منافسات دور الشباب لكرة القدم، تمكن فريق زاخو من قلب تأخره أمام أربيل إلى فوز 2 لهدف 1 في المباراة التي استضافها ملعب فرانسو حريري في أربيل. هذا اللعبة الكرة القدم، إذا استغل الفرصة علينا، ولا ما استغل الفرصة سوي غلط علينا سوي جول. تركيز من لاعبين، كل لاعبين يقول سوي جول عليكم على فريق المقابل. هذا أطفال صغير، عقله صغيرة، لازمنا إذا أي واحد من جول، إذا نغلب فريقنا نغلب كله، إذا خسرنا هذا خسرنا كله. هذا نادي زاخو، هذا اللعبة مال زاخو، بالخشونة وبالعتشي هو من الملعب. إحنا نعترف أنه فريق أربيل من أفضل الفرق بالدوري، بيوجد لاعبين ويعني مستعد أحسن استعداد، بس الحمد لله والشكر فريقنا في تصاعد، يعني هاي المرحلة الثانية، هذا الفوز الرابع لنا بالتسلسل، يعني على التوالي الفوز الرابع خارج ملعبنا وملعبنا. الحمد لله يعني جهود اللاعبين، يعني بالتبديلات اللي أجريناها يعني استطعنا أن نغير مجرى المباراة، أضعنا ضربة جزاء وسجلنا 2، وما يعني ما ننكر احنا فريق أربيل انه فريق جيد وهارد لك ان شاء الله في المباراة المقبلة. توج فريق نفط الوسط ببطولة الدوري الممتاز لكرة الصالات للموسم الحالي بفوزه على فريق غاز الجنوب. جاء تتويج نفط الوسط باللقب قبل 4 جولات من نهاية الدوري، وجاء فريق الشرطة بمركز الوصيف فيما حل مصاف الوسط بالمركز الثالث، وحصل لاعب نفط الوسط وليد خالد على كأس هداف الدوري، بينما حصد علي إياد من فريق الظفر جائزة أفضل لاعب واعد، ونال زاهر مهدي من فريق الجنسية جائزة أفضل حارس مرمى. أما حيدر مجيد من فريق نفط الوسط فقد نال جائزة أفضل لاعب بالدوري، وحصد مدرب فريق نفط الوسط فاضل بعاوي جائزة أفضل مدرب، ويحيى أسعد من غاز الجنوب نال جائزة أفضل لاعب شاب. كانت آخر مباراة لنا بالدوري، الحمد لله والشكر قدرنا نحصل على 3 نقاط ونتوج باللقب التاسع لنا. طبعا مبروك اللاعبين، مبروك الإدارة، الجهاز الفني، مبروك لوزارتنا وزارة النفط، نشكرهم لدعمهم لنا. اختتم دوري العراق الدوري الممتاز لأندية الصالات بتتويج نادي نفط الوسط، يعني قبل 4 جولات انه تم تتويج نادي الوسط، واليوم يعني مباراة نهائية كانت من أروع المباريات الدوري بين نادي نفط الوسط وغاز الجنوب، وانت على خير الدوري، وكانت نالك ظهور خامات شابة إن شاء الله راح ترفد المنتخبات الوطنية، وإن شاء الله نطمح بالمستقبل أنه الدوري يكون أكثر تنظيما وأكثر نجاحا. اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة معسكره التدريبي الداخلي في محافظة دهوك، والذي استمر 10 أيام تحضيرا لتصفيات كأس العالم.
أنهى منتخبنا الوطني لكرة السلة معسكره التدريبي الداخلي في محافظة دهوك، والذي استمر لمدة 10 أيام بواقع وحدتين تدريبيتين يوميا تحضيرا لتصفيات كأس آسيا المقبلة. المعسكر بدأ في يوم 20 إلى يوم 30، الوحدات صباحية ومسائية، خلال تمارين باللياقة البدنية وكذلك حضور معالج فيزيائي قدير ومدرب لياقة بدنية وتمارين مهارية وتكتيك. استمر المعسكر بوحدات التدريبية الصباحية على مستوى 10 أيام، وكان التنافس بين اللاعبين والتزام اللاعبين بمستوى عالي جدا، وأتوقع أنه يستمر هذا التنافس إلى استعداد إلى بطولة آسيا التي ستقام في فلسطين يوم 2/6. مدرب المنتخب محمد النجار أبدى رضاه عن أداء اللاعبين في معسكر دهوك، والذين قطعوا نصف الشوط في طريق التحضير النهائي للتصفيات، حيث ينتظرهم معسكرين تدريبيين آخرين، أحدهما في بغداد والآخر خارج العراق قبل انطلاق التصفيات. ويبدو أن الفريق يعني لا بأس، يعني ماشي بالطريق الصحيح، وإن شاء الله نرجع بكرة إلى بغداد نأخذ إجازة العيد 3 أيام وندخل معسكر تدريبي آخر في بغداد لمدة 7 أيام، وبعدها نطلع معسكر خارجي إن شاء الله، ربما يكون في تركيا أو في بلد آخر، حتى يكون الفريق في أتم الاستعداد ونجري مباريات تجريبية تخلي الفريق يكون جاهز إن شاء الله لمباراة الكويت في 2/6 القادم. قدر الكاتب التدريبي بقيادة محمد النجار الحمد لله بأن يعني يوصل الفريق بأحسن صورة، أحسن لياقة جاهزية، لأنها كنا احنا محتاجيها، مع طبعا مع الكادر التركي أبو لياقة، وإن شاء الله احنا بهاي الفترة راح نروح لبغداد، راح نروح هناك تقريبا إعداد عندنا هناك، ووراها عندنا لعبات، طبعا نريد معسكر خارجي لعبات ودية نريد، لأن على مدة هو الأستاذ محمد النجار راح يشوف اللاعبين وجاهزيتهم، وإن شاء الله نفوت للبطولة وإحنا قادرين على ناخذ هذه المراكز الأولى والمتقدمة، إن شاء الله نعود يعني بالاسم الكرة السلة العراق إن شاء الله لقدام، يعني خطوة باي خطوة ويا كادر التدريب إن شاء الله. أياد برواري، العراقية الرياضية، دهوك. أعلن الاتحاد العراقي للجودو أن 8 منتخبات عربية وصديقة إلى جانب البلد المضيف ستشارك في بطولة بغداد السلام الدولية الأولى التي ستنطلق في 11 من الشهر الحالي، حيث أرسل 8 منتخبات موافقتها على المشاركة، وهي الأردن وتونس والمغرب والكويت وسوريا وفلسطين وإيران وبلجيكا. وشكل اتحاد الجودو عدة لجان للإشراف على تنظيم البطولة التي ستقام لأول مرة في العاصمة بغداد، حيث ستقام منافسات البطولة في قاعة الشعب المغلقة، وتمت الاستعانة بطواقم تحكيمية عربية وأجنبية لإدارة النزالات التي تستمر على مدار يومين. كشف رئيس اتحاد السباحة خالد قبيان عن إلغاء عقد المدرب الأوكراني سيرجي بيلتوك رسمياً، وقال قبيان إن إلغاء العقد جاء بناء على رغبة المدرب الأوكراني بسبب الوضع الصعب الذي يمر على بلاده والاجتياح الروسي لأوكرانيا، وأضاف أن المدرب فضل أن يكون مع عائلته لما يمر به بلده، مبيناً أن الاتحاد لم يسمي حتى الآن مدربه الجديد، موضحا أنه سيبدأ بالبحث عن مدرب آخر لقيادة المنتخب، وسيكون دقيقا في اختيار المدرب المقبل بغية الإسهام في تطوير مستوى منتخباتنا خلال مشاركاته المقبلة. صوتت الهيئة الإدارية للنادي العربي لاختيار هيئة إدارية جديدة تقود النادي للسنوات الأربع المقبلة. في بداية الأمر أنا أشكر الهيئة الإدارية على هذه الثقة وبالتصويت الكامل إنه وباقي الأعضاء الهيئة الإدارية، وإحنا نوعدهم إن شاء الله إنه من أفضل إلى أفضل، من إنجازات إلى إنجازات في المستقبل القريب إن شاء الله. مسؤولية كبيرة جديدة تضاف من الهيئة العامة للنادي العربي التي منحتنا الثقة الكاملة بالمرحلة القادمة،
بإذن الله سنكون خير عون للهيئة الإدارية السابقة التي عمدت وعملت الكثير في إنشاء هذا النادي وإيصال جميع الألعاب إلى مصافي الفرق المتقدمة. فإن شاء الله المستقبل قريب، ستكون لدينا خطط ناجعة في سبيل أن يكون النادي العربي في مقدمة الأندية ومن ضمن الأندية الدرجة الأولى والمتقدمة في العراق. أجرى النادي العربي الرياضي انتخاباته لهذا اليوم وصوت على الهيئة الإدارية الجديدة المتمثلة بالكابتن عمار عنيد منصور، نتمنى له التوفيق خدمة للرياضة. اختتمت في محافظة المثنى بطولة كأس وزير الداخلية الرمضانية بخماسي كرة الصالات وبمشاركة 24 فريقا يمثلون المحافظة. تحت شعار نعم للرياضة لا للمخدرات، اختتمت في محافظة المثنى بطولة كأس وزير الداخلية بكرة الصالات الرمضانية والتي أقيمت على القاعة الرياضية المغلقة وبإشراف شعبة التدريب البدني والعافية مديرية شرطة المحافظة وضمن منهاجها السنوي. هيئنا في كل قسم من الأقسام فريق لمسابقة رمضانية لنيل الجائزة بنهاية هذا الشهر، وإن شاء الله هي اليوم هذه نهاية المناسبة وراح تكمن لمن يأخذ الجائزة. نظمت قيادة شرطة محافظة المثنى قسم الألعاب والتدريب البدني البطولة الرمضانية، وكل عام تنظم مثل هكذا بطولة، بطولة كأس قائد شرطة محافظة المثنى. اليوم احنا نشهد نهائي البطولة وحقيقة لرفع مستوى اللياقة البدنية لكافة منتسبي وزارة الداخلية في محافظة المثنى. قدم جميع المشاركين في هذه البطولة من المنتسبين بالإضافة إلى واجباتهم قدموا مستويات جيدة. نقدم الشكر للجنة اللي قامت على تنظيم هذه البطولة من إداريين وحكام ومشرفين. البطولة شارك فيها 24 فريقا مثلوا أقسام وشعب المديرية وسط حضور جماهيري كبير، حيث أفرزت البطولة بفوز المركز الأول لمديرية الاستخبارات والمركز الثاني لمديرية حماية المنشآت في المحافظة. توصلت يعني فريقين المباراة النهائية اللي هم الفوج التكتيكي وخلية الصقور الفريق التكتيكي من الاستخبارات. الحمد لله والشكر احنا حققنا نتائج والحمد لله اليوم ان شاء الله نتوج من السيد مدير قائد شرطة المثنى على هذه البطولة. بطولة رائعة صراحة، يعني قدموا لفريق المنشآت وحصلنا ان شاء الله على الفوز، وان شاء الله هاي البطولة اللي قدمنا بها نتائج جيدة والحمد لله والشكر على كل شيء. وبهذا الفوز ستكون البطولة القادمة لمديرية شرطة محافظة المثنى الأقوى، وسيحرص الجميع على المشاركة فيها لما لها من فوائد في البطولات القادمة التابعة لوزارة الداخلية. لقناة العراقية الرياضية، فارس الوهامي، المثنى. النشرة مستمرة وتشاهدون فيها.